مساء الخير، بحييكم من الإسكندرية في مصر، دكتورة سناء السخن، استشارية أمراض الدم والأورام، رئيسة جمعية الأورام الأردنية سابقا، وبشكر جامعة الإسكندرية على استضافتها لي كمتحدثة في مؤتمرها السنوي 21. بتمنى الشفاء لجميع المصابين، وبتمنى للأهل في مصر وفي كل الوطن العربي وفي العالم كله، أيضا لكل الناس في كل العالم إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء، ونتمنى أن لا يصاب أحد بمرض السرطان. بالتحديد بحب أتوجه للسيدات في مجتمعنا وطمئنهم أن عملية الكشف المبكر البسيطة تساعد في الشفاء من سرطان الثدي. ليس من الضروري إجراء الفحص المبكر عن طريق الفحص الماموغرام أو الرنين المغناطيسي المكلف إذا كانت السيدة لا تستطيع أن تدفع ثمن الفحص المبكر عن طريق الأشعة، إنما يمكن الكشف المبكر عن طريق الفحص الذاتي الشهري للسيدة، بحيث تلاحظ أي تغيير في الثدي، وحين لا قدر الله ملاحظة التغيير في الثدي تتوجه إلى الطبيب الذي يوجهها من أجل إجراء الفحص المناسب. ليس كل تغيير في الثدي يعني وجود ورم خبيث، قد تكون الكتلة حميدة في غالب الأحيان، في أكثر من 85 إلى 90% من الحالات الكتلة في الثدي تكون حميدة، ليس بالضرورة ورم خبيث. تغير لون الجلد نعم قد يكون مؤشر لوجود ورم خبيث، ولكن لا يعني أيضا بالضرورة دائما وجود ورم خبيث. بالتالي كثير من التغيرات الملاحظة في جسمنا لا تعني مؤشر على وجود مرض خطير، وإنما تعني مؤشر وجود تغير قد يكون يحتاج إلى علاج، وليس بالضروري يعني الإصابة بالمرض الذي نخشى جميعا أن نذكر اسمه، ولكن في الحقيقة هو أصبح من الأمراض التي لها علاج ويتعايش معها المريض، وبالعكس يمكن شفاؤه بإذن الله في كثير من الحالات المبكرة، أكثر من 90% من الحالات المبكرة. ما هي العوامل التي تساعد في الوقاية من الأورام بصورة عامة؟ سؤال يتوجه لنا يوميا في عياداتنا. ما يقي من الأمراض بصورة عامة؟ يقي من السرطان. الحياة الصحية، النشاط، ممارسة الرياضة البسيطة، الأكل الصحي، الابتعاد عن الكسل، كل هذه عوامل تساعد في الوقاية من السرطان، وبالتحديد الابتعاد عن التدخين طبعا، الابتعاد عن التعرض الزائد لأشعة الشمس. كل ما هو صحي بصورة عامة هو صحي ويساعد في الوقاية من الأورام الخبيثة. الممارسات اليومية مثل استخدام مزيلات العرق أو البرفيومز لم يثبت علميا أنها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخبيثة بصورة عامة. هذه من الأسئلة التي نسأل عنها بصورة يومية، والجميع يرغب في معرفة إجابة لها، فأطمئن المستمعين الوقاية هي بسيطة، ممارسة الحياة الصحية، ما هو طبيعي، الأكل الطبيعي، الخضروات، الفاكهة، الابتعاد عن الإكثار من أي شيء، تناول السكريات أو النشويات لا يؤدي إلى الإصابة بسرطان أو انتشار السرطان. actually الحقيقة أن الإكثار منها نعم سيء عندما يتجاوز مقدرة البنكرياس على هضمها، وبالتالي يؤدي لارتفاع السكر في الدم. ليس تناول السكريات هو السيء كما هو شائع، وإنما ارتفاع السكر في الدم هو السيء، وهذا لا يحدث إلا إذا أكثرنا أو لدى المصابين بمرض السكري ممن لا يعتنوا بالمحافظة على مستوى السكر في الدم. مع تمنياتي للجميع بالشفاء، وأحب أن أطمئنهم أن العلاج الكيميائي ليس علاج مرعب كما يعتقد الجميع. نعم صعب لأنه مرحلة طويلة، ولكن بإذن الله مقدور عليه من خلال التعاون بين الطبيب والمريض والأسرة. للأسف لا زالت هناك كثير من أنواع الفعالة تؤدي إلى سقوط الشعر، ولكن يعود بصورة أفضل حتى من السابق. التفاؤل يساعد على التغلب على جميع الصعوبات، وأتمنى الشفاء لجميع المرضى.